معانا أسماء؟ ألو؟ ألو، أيوه، إزيك يا أسماء؟ أنا بحط بس النشا على الزبادي، هقولكوا الوصفة دلوقتي، اتفضلي. ألو، السلام عليكم. عاملة إيه؟ الحمد لله كويسة. قوليلي، عندك سؤال ولا عايزة تكوني معانا؟ أيوه، أنا كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا عندي أنيميا، هيموجلوبيني 7. لا، مش سامعة حاجة. أنا عندي أنيميا. عندك أنيميا؟ أيوه. والهيموجلوبين 7.8. بس أنا يعني هو بعد الولادة كان 8، وبعدين قعدت أخد حديد، وبعدين بقى 10، فجأة نزل كمان، نزل تاني. أنا اتفاجئت يعني، أنا الدكتور أنا تعبت أوي أوي وجت فشل. طب معلش معلش معلش، فصيلة دمك إيه؟ أو بس كده خلاص. عندك أي سؤال تاني؟ طب انا كنت عايزه عايزه اسال، هو الفول وهو ممكن يكون لوحده كده سبب في الانيميا؟ انا بنقعه، بيقولوا لو اتنقع ما يجيبش انيميا. هو ممكن يعمل انيميا؟ انا مش سامع حاجه. طب رضوى، انت سمعتي اخر جمله؟ الفول. طيب انت عندك اصلا انيميا فول؟ لا، ما اعرفش، بس هو يعني انا لا لا، انا هقول لك، انا هقول إيه؟ انا هقول لك، انت بتقولي ما عندكيش انيميا فول، ومش عارفه ازاي الانيميا عندك، الانيميا والكلام ده كله، وفصيله دمك او، صح كلامي كده؟ صح، انا سمعت صح. طيب بصي بقى، انا هقول لك بالظبط دلوقتي، بس بعد ما اقول الوصفه علشان المشاهدين ما شافوش دلوقتي. الكوبيبه اللبنيه الاصليه بتتعمل ازاي؟ عشان عملتها قبل كده، كانت وصفة مبعوتة لي على الجروب، بس هي ما كانتش الأصلية، فدي بقى الأصلية. وكان في مدام كلمتني على في رمضان وسألتني كذا مرة، فقلت أعملها تاني، أعمل الأصلية، أعملها تاني على الهواء قدامكم. إحنا معانا مقادير الكوبيبة اللبنية، طبعا وصفة شامي ومعروفة ومش حاجة اختراع خالص. إحنا معانا بيبقى في الكوبيبة يا إما متحمرة يا إما مش متحمرة، في بيستخدموها متحمرة وفي لأ. بتنفع بطريقتين، طبعا الاخف من اللي هي مش متحمره، الطعم طبعا المتحمره صراحه المره دي يعني. طيب هيبقى معانا 3 كوبايات زبادي، يعني 6 علب، ممكن اكتر، الواحد بيخففها بالميه. للي عايز زبادي اكتر ما يحطش ميه، ممكن برده الزبادي يبقى دايت، ما فيهاش مشكله. هيبقى فيه معانا ملح، فلفل، هيبقى فيه معانا من 2 لـ3 معالق كبار نشا، خلاص بس كده. هيبقى معانا بقى للوجهه، هيبقى فيه طبعا للاخف هيبقى معانا زيت عافيه مش سمنه، طبعا ممكن تتعمل بالسمنه او الاصلي بيتعمل بالسمنه، لكن انا بنصح لا ناخد زيت عافيه اللي هي اخف كتير جدا، وهتدينا برده طعم حلو هنا مع الثوم. معلقه ثوم كبيره مفرومه، ومعلقه كزبره خضراء مفرومه طازه مش بقدونس، علشان اللي هي الثانيه كانت مبعوتالي بالبقدونس، لكن الاصليه بتتعمل بالكزبره، خلاص. وفي خضره ثانيه كده بس اسمها غريب شويه على مصر. طيب هنعمل ايه المفروض بقى ايه علشان الكوبيبه ما تتهريش مننا؟ الاول بنخلط الزبادي مع الميه، او زبادي بس مع النشا، خلاص. بنزود الميه على حسب، لو احنا عايزين نزود ميه او زبادي بس زي ما بقول، المهم بس ان احنا بنحط النشا في الاول قبل ما ايه تسخن معانا. تاني حاجه مهم انها تبتدي خلاص النشا تاخد القوام الصح معانا قبل ما نحط الكوبيبه، عشان مجرد ما نحط الكوبيبه مش هنقعد نقلب فيها كتير، الكوبيبه ممكن تتهري مننا، مجرد ان احنا هنهزها بسيط جدا، خلاص. في الاخر خالص هنعمل بقى اللي هو معلقه الزيت مع الكزبره، ونحط عليها صنوبر للزينه، بس كده تحط على الوش. هي دي الطريقه الاصليه، لنصيحه بس صغيره مني انا، ممكن احط بودره ثوم هنا بتدي طعم حلو جدا. هنروح بقى لفاصل ونرجع نكمل مع بعض، في لسه سلطه وزينه البسكوت ده، ان شاء الله اشوفكم بعد الفاصل. اهلا بيكم معايا من الفاصل. الكوبيبه اللبنيه احنا حطينا الزبادي والنشا وشوية مية، أو بتبقى زبادي بس مع النشا، المهم شايفين قوامها عامل ازاي؟ بيبقى القوام ده. بنقلب كويس جدا، ما بنسيبهاش عشان ما تتحرقش معانا. خلاص غلت وأخدت القوام الصح، بنبتدي بقى نحط الكوبيبة فيها. برضو الوصفة اللي قبل كده اللي كانت على الجروب كانت بالدقيق، فدي بالنشا، الأصلية بتتعمل بالنشا، خلاص. بنحط بقى الكوبيبة، ومش بنبتدي نقلب كتير، بنحرك بس،
الحله بحيث ونوطي النار خالص علشان ما تتلسعش من تحت واحنا مش قادرين نقلبها. لو الكوبيبه متحمره يبقى احنا مش هناخد وقت في كتير على النار، لو هي لسه نيه يبقى احنا لازم نستنى لغايه ما الكوبيبه ايه تستوي معانا. كل اللي احنا بنعمله بقى كده بالطريقه دي علشان مفيش حاجه تتكسر مننا، ونوطي النار. طيب اخر خطوه هعملها عشان احطها على الوش هو اللي هي خلطه الكزبره. معانا أميرة؟ أهلا بكم معايا من الفاصل. أنا بغرف دلوقتي الكوبيبة اللبنية، شايفين قوامها حلو جدا، الكوبيبة متماسكة جدا علشان زي ما قلت ما نحركهاش كتير. طيب نحطها هنا وقوام الصوص حلو جدا ومش مش بيقطع، النشا أحسن من الدقيق كمان في حتة إنه ما يخليش حاجة تقطع. هنعمل بقى بسرعة اللي هي الكزبره، بتحط على الوش معلقه زيت عافيه، هنحط فيها معلقه الثوم الكبيره والكزبره بس كده، ودي بتتحط على الوش. طيب للسلطه بقى